بعضمة لسانه. من الضالع في الوقت الضائع. واحدة من أهم المشاكل اللي بتواجه الكرة في مصر، وعشان أحطكم على حقيقة الأرقام، النصر بيلعب مع الهلال في السعودية، الحكم حسب 12 دقيقة وقت ضائع. ليه؟ لأنه الدور السعودي من بعد كأس العالم أخذ ببروتوكول الفيفا في المونديال وقرر أنه يحصي العدد الوقت الضائع حسب ما حدث، وسهلة جدا جدا وتضمن العدالة للجميع، إن أنت الحكم الفيديو المساعد بيعد الحالات، هو مديله 5 6 عناصر يتابعهم في الماتش. تسجيل الهدف والاحتفال بالهدف في دقيقة ونص، من دقيقة لدقيقة ونص. تنفيذ ضربة الجزاء بياخد دقيقة. تبديل اللاعب بياخد نص دقيقة. علاج لاعب في الملعب يشوفه استغرق كام، يحسبها له من أول ما وقع. اللي كمان تشيك فيديو لو استدعي الحكم عشان يراجع الفيديو يشوفه خد كام، ويجي الحكم الفيديو المساعد قرب نهاية الشوط يقول للحكم في ودانه عندك وقت كذا ضاع. في كأس العالم في المرحلة الأولى شفنا ربع ساعة وقت ضايع، 13 دقيقة وقت ضايع، بعد كده قلت شوية، قلت ليه؟ لأن خلاص الكرة بقت في الملعب معظم الوقت. على فكرة عشان نقرب الأرقام مع بعض وتشوفوا الفرق اللي بتبقى عايزة تكسب مظلومة إيه. تعرف إن آخر إحصائية للدوري المصري قياس الكرة وقت المباراة، المباراة 90 دقيقة، الكرة امبلي في اللعب كام؟ 28 دقيقة فقط. بس كمان الدوري الإنجليزي 55 دقيقة، والدوري البرتغالي 44 دقيقة. الدوري المصري يا جماعة بيتلعب الكرة في الملعب 28 دقيقة فقط النسبة اللي تم حصرها حتى الآن، وده بيقضي على متعة المشاهدة. هنا مستر مارك كلاتنبرج وهو بيطور التحكيم وعليه الدنيا قايمه عليه والله يكون في عونه، ويقوي جمال علام في الحفاظ على مارك كلاتنبرج وتجربته لانه بيتحارب كتير، لكن في محاولته للاصلاح هو ليه ما يتخدش ببروتوكول الفيفا اللي اتنفذ في كاس العالم؟ ده يزعل مين؟ بقول لكم السعوديه نفذته ومباراه الهلال والنصر فيها 12 دقيقه وقت ضايع، بدل ضايع. ليه ده ما يؤخذش في مصر؟ مستر مارسيل كولر في المؤتمر الصحفي بعد هزيمه الاهلي، بعد تعادل الاهلي ولتكن هزيمه، لانه الحقيقه غضب الجماهير كما لو كانت الخساره وقعت. ايوه معلش، بس الاهلي اللي لا يقتنع بفقدان نقطه او فقدان نقطتين حتى وان كان الاداء بها، او بسبب ان الاداء فعلا ما كانش يرقى الى الاداء اللي يحقق المكسب. كولر اتكلم بعد المباراه واشار للقضيه دي، نشوف. 23 Jahre Trainer und ich glaube, ich habe noch nicht so einen Spieler. أنا بقى لي 17 سنة كنت لاعب محترف، 23 سنة مدرب محترف، ما أعتقدش إن أنا شفت ماتش زي ده في حياتي. Ich möchte mal sagen, dass wir sicher auch erste Halbzeit nicht gut gespielt haben. Das war. Das ist auch natürlich schwierig, wenn eine Mannschaft hinten drin steht. بالتاكيد الشوط الاولاني طبعا ما لعبناش كويس، الامور كانت صعبه بسبب طبعا ان احنا بنلعب فرقه بتلعب كلها في تلت الدفاعي بس بتقفل ورا. Bei uns waren es 2 Minuten erste Halbzeit, 5 Minuten zweite Halbzeit, dann verstehe ich nicht, was dann da anders sein soll. أنا عمري ما شفت في حياتي فرقة أو ماتش ناس قاعدة كل شوية كل 3 دقايق واحد بيقع، ناس بتشوط الكورة بره، بتشوط الكورة في نص الملعب عشان تضيع وقت، تضيع وقت بشكل أنا ما شفتوش في حياتي المهنية كلها في خلال 40 سنة. ده مش اخلاق رياضيه، والامور صعبه جدا ومتسابه كل واحد يعمل اللي هو عايزه. Ich denke, man könnte das auch unterbinden, wenn man schneller gelbe Karten zeigt, weil wenn du eine hast und noch eine zweite bekommst, dann hast du rot. Also ist das sicher was, also nicht jetzt nur für dieses Spiel heute, sondern allgemein, was man wahrscheinlich verbessern könnte.
واحنا شفنا في كاس العالم الناس كانت بتحسب دقايق ازاي والريتم كان سريع ورغم كده بيدوا دقايق كتير، لكن احنا عندنا النهارده الشوط الاولاني دقيقتين، الشوط الثاني 5 دقايق. لو اي حد رجع للماتش هيشوف ان احنا كان في وقت ضايع اكتر من كده كتير جدا. الكلام ده ممكن اصلا منعه لتحسين جوده الكوره في مصر. دي نصيحه ليا للناس، مش بتكلم على الماتش النهارده، انا بتكلم عامه لان الموضوع قاعد يزيد ماتش بعد التاني. كارت اصفر في كارت اصفر، لو واحد خد طرد بسبب التمثيليات اللي مش كويسه اللي بتتعمل في الماتشات دي، اعتقد الناس هتبقى احسن والدنيا هتبقى احسن، وده لصالح الكره المصريه انها تبقى رتمها اسرع من كده ويبقى يعني لعب كوره بجد. طيب باشمهندس، واضح جدا ان الراجل يعني بص انه ده ما حصلش في حياته، هو راح لحل جراحي كارت في كارت والناس ما تعملش كده. لا، احنا في حاجه ابسط من كده استاذ ابراهيم بنعملها بدعوى الروح الرياضيه، وانا في رايي فكروا فيها، هي سذاجه رياضيه. ان انا الفريق اللي قدامي اللي عايز يضيع وقت، واحد يقع كويس، اروح انا تمشي الكره واحده واثنين وثلاثه والحكم يبص عليه ومكمل اللعب، اروح انا متطوع مطلع الكره بره. انت بتكافئ واحد بيمثل فيروح للحكم فيقوم بعديها؟ لا، يعني هذه مسؤوليه الحكم. لو الحكم استشعر ان الراجل ده يستحق ان يصفر له هيصفر له، ما صفرلوش كده الانكت منها المنافس يفضل يقع ويطلع هو الكوره عشان تيجي بعد كده تروح انت واخد الكوره مديها له، ما تدهلوش. طيب، وانا بقول الكلام ده مش عشان الاهلي، اذا الاهلي عمل كده يتعامل كده، ونسيب التحكيم هو اللي يقرر لعيب يستحق ايه، انما اللعيبه هي اللي بتقرر اللعب يقف ولا ما يقفش، ومين اللي ياخد الكوره ومين اللي يطلعها. دي مش كوره، لا يمكن تكون كوره، دي مش كوره، دي مضيعه. الصديق العزيز الدكتور احمد ثابت المحلل المتميز في قناه الاهلي لفت نظري دلوقتي الحاجه الى انه في مباراه الاهلي وسموحه امبارح، الوقت الفعلي اللي اتلعب من ال 90 دقيقه 38 دقيقه فقط، الاهلي استحوذ على الكوره فيهم 26 دقيقه وسموحه استحوذ 12 دقيقه، ده الحجم الفعلي لمباراه. طب الكابتن سمير عثمان المحلل التحكيمي الكبير شايف الحل فين في ازمه الوقت المهدر؟ نشوف. طبعا دي كانت اهم حالات اللقاء، بس عاوز اتكلم في نقطه. انا عايز الوقت يا برضه الوقت الضايع، الوقت بدل شفنا كاس العالم رتم اسرع من الدوري المصري مليار مره. بص يا كابتن عماد، واقل وقت ضايع في اقل مباراه كان 7 دقائق و8 دقائق، النهارده تغييرات ولاعيبه واقعه كتير واصابات، وفي الاخر بيدوا 5 دقائق. سريعا نقولها سريعا، لازم تعليمات من لجنه الحكام الرئيسيه بالخمس حاجات اللي انا هقولها: الاستبدال، احراز الاهداف، الاعتراضات لو في، نقل اللاعبين، اما الكره تطلع بره الملعب تطلع بشكل صارخ لازم نقف، لان في كل المباريات لو هنشتغل لازم نرجع زي كاس العالم، اقل مباراه بما يرضي الله لازم تبقى من 7 ل 9 دقائق اللي فيه استبدال، الوقت ضايع محتسب كتير. بس في النهايه المباراه كانت صعبه وطاقم الحكام نجح، خاصه بس ايه عاوزين نهتم بنقطه الوقت المحتسب بدل الضايع. طيب دي احدى رسائل لتهت وهي جايه لنا. مش شوف اي عمليه اصلاح استاذ ابراهيم مش هناخد بيها للاسف، لان العمليه متوجهه ضيق ده وساعد ده، ضيق ده وساعد ده، خلصنا على كده. كان في المباراه واقعه ضد القانون بشكل واضح، معلش هناخد الكابتن ناصر عباس لانه في قناه الاهلي ظبط حته قانونيه كان المفروض يبقى فيها فاول وعد بالثواني نشوفه. طاقم التحكيم النهارده وانا عندي مفاجاه وانا بهديها لجلاتنبرج، خبير الاجنبي جلاتنبرج، كابتن اسامه الحكم مش وظيفته بس بتقف عند احتسابه المخالفات والعقوبات الانضباطيه. القانون ما قالكش كده بس، القانون قال لك كمان تحافظ على وقت المباراه. وخلي بالك لما يبقى حارس المرمى استحوذ على الكره اكتر من 6 ثواني 7 ثواني 8 ثواني مقبوله، تبقى مقبوله يا كابتن ايمن. ولكن النهارده يا كابتن انا عندي لقطه انا لازم نقف عندها، ومن هنا احنا بنتكلم يا كابتن، احنا بنطور اداء الحكام، لابد النهارده الحكام النهارده هتاخد اللقطه ديت بالتايمر اللي انا عامله بالتوقيت مع حارس المرمى ونتكلم فيها يا كابتن ايمن، ده لتطوير اداء الحكام وليس لان احنا نقول النادي الاهلي ليه وقت او مش وقت، ده لكل الانديه ولكل الحكام. هنا بنتكلم على احمد الغندور
وسمير جمال مساعد رقم واحد، وعندنا صالح محمد المساعد رقم اثنين، عمرو رمضان، وكان على الفار عمرو الشناوي واحمد صلاح. خلينا نروح للحاله الاولى كده وهنتكلم يا كابتن، دي محور الاداء بتاعنا كابتن الشريف، كابتن اسامه، كابتن بلال. احنا بنتكلم على الماده 12، خلينا بس في الجزء ده مهم جدا. بنقول يا كابتن، الفقره هنا بتقول ايه؟ انا مش جايب كلام من عندي يا كابتن عادل. كلام هنا تحتسب ركله حره غير مشروطه في حاله قيام حارس المرمى داخل منطقه الجزاء والمخالفات التاليه: السيطره على الكره بيده او ذراعه اكثر من 6 ثواني قبل ان هو يطلقها من ايديه. 6 ثواني، ده القانون يا كابتن، ده القانون اللي احنا جايبينه. خلينا نروح للقطه ونشوف هنا كابتن. هنا دقيقه 59، هعمل التايمر فوق بس. عد يا كابتن بلال، عد يا كابتن ايمن. لسه ما زالت الكره مع مين؟ ما زالت حتى اهو، ما زالت مع هاني، لسه مع هاني سليمان. 16 ثانية الكرة مع حارس المرمى يحتفظ بيها. تاني من فضلك، تاني، عشان انا دي بهديها لكلاتنبرج ولجنة الحكام. انا نبقى حارس في لعبة، انا خلي بالك اكتر من لعبة كابتن بلال. هذه حالة من ضمن حالات كثيرة في الشوط الثاني اللي الحكم ادى فيهم 5 دقائق فقط بس وقت بدل ضايع. تاني هنا الهاني سلمان 16 ثانية، واحنا بنقول القانون النهاردة بيقول ايه؟ 6 ثواني. طيب واحد هيجي يقول لك اصل كان فيها تنطيقه 14 ثانيه. هي الفكره يا استاذ ابراهيم ايه؟ هي الفكره مش 14 ولا 16، هي 7 ثواني غلط. هي سبع ثواني يعني، انما انت تسيب واحد اكتر من 14 ثانيه واسك الكوره ومتنح. وبعدين على فكره من كتر الكلام عليه اعتبر ان ده هو مميز في اضاعه الوقت. هنشوف الهاني سليمان رد بايه لما اتسال في الحته دي بعد الفاصل.